ناس أمل. إذا الناس فقدت الأمل شو راح يصير عندنا؟ أنا بتفق مع الكل اللي بتحدث إنه حافظنا على الموجودات وحافظنا على سعر صرف الدينار، بس خسرنا ثابتين. الأول إنه القيمة الشرائية للدينار قاعد بتنزل ونزول غير عادي، بكيت الدخان بليرة بال 2010 اليوم احنا 3 ليرات. إذا قاعد بننزل القيمة الشرائية. ورقم اثنين، في عندنا هجرة، هجرة كفاءات بتطلع برا البلد وهجرة استثمارات. احنا مقدار حجم الاستثمارات 3 من البلد 17 مليار. رقم اثنين، كل الكفاءات طلعت من عندنا، امريكا وكندا وقطر والبحرين والسعودية. انا بقول انه في كيفية توظيف وإعادة وجود ما يسمى بالكفاءة الأردنية، لا تستطيع الدولة أن تنجز دون وجود الكفاءة الأردنية. هلأ الفريق الحالي بهذه الحلة وكل كفاءاتنا اللي تعبنا عليهم وغربناهم وتعبنا عليهم باستثمار التعليم، يا صاحبي بعرف الدكتور جواد تماما، برا البلد بدك تلاقي خطة تحفيزية تجيب الكفاءات عشان تشغل البلد. آخر واحدة قصة البرنامج، برنامج إنه ما يسمى الجواز السفر، هذا برنامج عالمي وليس برنامج محلي أردني. لما أنا بدي أنافس تركيا في جواز سفر بدي أقول أنا 46 دولة بفوت عليهم بدون فيزا، تركيا بتفوت 92 دولة بدون فيزا. هلأ لما أنا بدي أنافس قبرص، قبرص بتفوت 104 دولة بدون فيزا، أنا بفوت 46 اللي هي القيمة الوزنية للجواز السفر. سعر صرفي. موريشيوس رئيس وزراء موريشيوس قال لي في أحد لقاءاتنا في نادي رؤساء الحكومات، وكان معي الدكتور عبد الرؤوف الروابدي، قال لي عندها وإحنا واقفين، قال أنا دخلت دولة متقدمة وأنا موريشيوس لأني أنا 185 دولة دخلت عليهم بدون فيزا. كيف بدي أخلي الناس تفوت عندي؟ هذا جزء من عملية توطين الاستثمار، هذا جزء من عملية أنا بدي أتحدث عن كيف لي أن 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 أجد علاجات في حال استثنائية في أماكن استثنائية تخدم المعطى اللي أتحدث عنه وتخدم حالي وتخدم ظروفي وتخدم الطاقة اللي أنا موجود أريد أن أقدمها كعامل ثابت يوحد المقامات وإن اختلفت البعض. نعم، يعني بجوز أنا بدي أتوافق معك في بعض الجزئية ونختلف في بعضها، ولكن طبيعي. دكتور جواد اليوم كثير ناس بتسأل بتقول يا أخي طيب المسؤول بعد ما يطلع من المسؤولية بيحكي عنك حلو وبصير كأنه عارف الأردنيين، ولما بكون جوا المسؤولية يا أخي بنشوفش هذا الحكي الحلو إجراءات. أنت دكتور جواد أحد النافذين في الحكومة، كنت في الحكومة يعني. طيب